السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فيما كنتم داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما سنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا أخوتي وأخواتي صباح الخير عليكم وبركة الخير أمطار الخير اللي كتهطر على بلادنا. كيف ما شاهدتوا في العنوان اليوم في هذا الفيديو غادي نتطرق لواحد القضية اللي يعني قضية اللي ما حضرش فيها يمكن نقول واحد المعطى ديال الصبر. علاش؟ لأننا القضية هذه ما حضرش فيها هذا المعطى ديال الصبر، أو اللي يمكن نقوله حضر فيها معطى ديال التهور اللي وصل لوقوع فاجعة كبرى، واللي تم اعتقال مرتكب هذه الفاجعة اليوم بمدينة تاندانت. قضيتنا اليوم إخوان وأخوات هي القضية ديال المسيم التاجر اللي تم يعني التصفيه ديالو من طرف احد يعني الدراري اللي خدامين معاه في المحل التجاري ديال بيع الالبسه الجاهزه بمدينه الدار البيضاء. هذا المستخدم اللي اقدم على التصفيه ديال الباترون ديالو، وبحال الطريقه يمكن نقول كيف ما قلت في البدايه ما حضرش فيها، ما كانش فيها واحد الصبر وكان فيها يمكن تهور. لكن قبل إخواني وأخواتي ما نغوص في تفاصيل هذه القضية وأيضا وضع الأسبوع على المرض الحقيقي في هذه القضية وللمشكل الحقيقي وللسبب الحقيقي اللي أدى لهذه الفاجعة هذه، كنتمنى وأدعوكم إلى أنكم يعني تدعمونا بلايك الفيديو، واللي لأول مرة كيشاهدنا أنه يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديال القضايا والأعمال اللي كنطرق لها، فضلا وكرما منكم إخواني وأخواتي بطبيعة الحال. إذن على بركة الله، فكيفما شاهدتوا في العنوان وكيفما يعني ربما البعض منكم يكون شاهد في فيديوهات أخرى، الفاجعة اللي شهدتها مدينة الدار البيضاء من بعد اختفاء مسيم، واليوم تم اعتقال مرتكب الفعلة في حق هذا المسيم التاجر بمدينة الدار البيضاء، اعتقاله بمدينة تاندانت من بعد ما حول الجثة ديال التاجر أو الباترون ديالو فصلها ودارها في برميل وداها معاه عبر الحافلة من المحطة من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة تاندانت، وداها في أحد دواوير في كيسكن وحطها أمام المنزل ديالو حط داك البرميل، وجلس مدة ديال أسبوع أو لما يقارب أسبوع. عاد أعلن وصرح العائلة ديالو والمقربين والأصدقاء عبر اتصال هاتفي ماشي بشكل مباشر، وقال لهم اشنو، وقال لهم المصير ديال المسيب اللي هو الباترون ديالو بمدينه الدار البيضاء في هذاك المحل التجاري ديال الملابس الجاهزه. فاخواني اخواتي، فمن بعد ما يعني تم الاعلان ديالو انه خبر هاد المقربين والاصدقاء ديالو، فتم يعني الاعتقال ديالو بمدينه تاندانت، يعني بحسب المعطيات اللي كانت لنا بها عبر مكالمه هاتفيه للعائلة ديالو أحد الأصدقاء ديالو لما خبروا بتفاصيل الفاجعة. تفاصيل الفاجعة اللي بدات بسبب خلاف على يعني الخلصة ديال هذا المستخدم الشاب يعني العشريني اللي قدم على هذا الفعل. بكل صراحة كيف ما قلت هذه القضية ما عندهاش علاقة لا بتعاطي شي مادة ممنوعة لا بتا شي حاجة، ما عندهاش علاقة بجلسة خمرية، ما عندهاش علاقة بشي مشكل، عندها علاقة فقط بأن الأمر ما كانش حد صبر وكان ربما حد تهور من طرف هذا الشاب العشريني اللي يعني دخل في نزاع مع الباترون ديالو المتوفي، في نزاع حول الخلصة ديالو الشهرية ولا الصالير اللي كيتقاضى مقابل أنه كيساعده في البيع ديال الملابس التجارية الملابس الجاهزة في محل تجاري بمدينة الدار البيضاء. فلما دخل معاه في هذاك النزاع في لحظة هز شاقور وضربوا الراس صفها ليه في منظر يعني اللي خلاه انه يوضع خطة كيفاش غادي يخبي هاد الجريمة اللي ارتكب، كيفاش غادي يدير هاد الامور هادي. هاد التفاصيل وهاد الجزئيات دلا بها عبر اتصال هاتفي لما نفذ هاد الامر كامل وخدا الجثة بحد الذكاء وبحد يعني بحد شكل سينمائي، داها المحطة من المحطة شد الحافلة ومشى لمدينة تاندانت، يعني نجح في جميع الخطط ديالو، لكن الروح عزيزة عند الله والضمير ديالو يعني أنبو وخلاه أنه اسمه وصرح للعائلة ديالو
وخبر الاصدقاء ديالو بانه ارتكب فعله شنيعه في حق الباترون ديالو اللي كان تيتسالو اشهر، ماشي يعني ماشي اسابيع، وانما كان كيتسالو خلصه ديال اشهر، ودخلوا في هذاك النزاع حول هذه الخلصه هذه. فكيف ما قلت هذه القضيه هذه هي قضيه ديال قله الصبر، قضيه اللي فيها يعني واحد التهور، قضيه اللي بكل صراحه كتحيي لنا على هذوك المستخدمين يعني اللي كيكونوا في المقاهي، اللي كيكونوا في بزاف ديال الدومينات اللي ما كتكونش عندهم واحد الوثائق وشي حوايج اللي كتضمن لهم انهم ياخذوا اجراءات قانونيه سهل انهم يتنكروا. بطبيعة الحال هذا الان الشاب العشريني الان اصبح مجرم، لكن هذا واقع ديال المستخدمين اللي كاينين بزاف ديال المستخدمين تيخافوا على رزقهم، كيتاكلوا بهذا المعنى هذا، كيكون خدام مده ديال شهور ما عندوش اوراق ديال انه كتبت الخدمه ديالو، انه كيخدم عند هذاك السيد، كيولي خايف انه يتنكر، انه ياكلوا في الخلصه ديالو، فكيولي عنده حاله توتر اللي كتخلي ان الذهن تيكون مشوش، وفي اللحظه ديال النزاع فهاد الحاله هذه قدم على هذا الفعل الشنيع. فهنا هذا الواقع بكل صراحه خاص بحد هذه المساله ديال المستخدمين يكون لها شي حل ناجع، باش ان يعني تكون امور يعني قانونيه، ان المستخدم يقدر يمشي ويلجا للقانون وينال الحق ديالو بطبيعه الحال، ماشي غير يلجا للقانون وتطلب منه وثائق ديال انه كتاكد انه خدام وكيتسال. فهنا ما يمكنش انه يثبت، فهنا كنوليو يعني فاتح لك القانون ديال انك توقف على امور تنالها بشكل قانوني، ولكن في نفس الوقت ما عاطينكش امكانيات باش انك توصل لوثائق ملموسه واثباتات اللي تقدر تاخذ بها الاجر ديالك بلا ما توقع في نزاع مع الباترون، لان الامر كله من اجل ان ما يوقعوش بحال من هذه الحالات. وهذه الحاله اللي شهدتها مدينه الدار البيضاء، هذا الرجل الستيني اللي توا عنده ظروفه، اللي توا عنده عائله، اللي راح ضحيه. حنا كنعرفوا حنا الان في واحد الوقت ديال كوفيد، وكاين ازمه لا في التجاره لا في بزاف ديال القطاعات، فهذا هو الجرح وهذا هو المرض الحقيقي اللي بغيت نحط عليه الاسبوع ديالي في هذه القضيه هذه. الى هنا اخواني اخواتي جيت الختام ديال هذا الفيديو اللي سلط فيه الضوء على هذه الفاجعه اللي وقعت، واللي يعني تفكت يعني كل يعني الطلاسيم ديالها وبانت كل الخيوط ديالها من بعد الاعتقال ديال الجاني اليوم بمدينه تارودانت. الى هنا جيت الختام ديال الفيديو، كنتمنى انكم تدعمونا بلايك، واللي لاول مره كيشاهدنا انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش دائما يتوصل بالجديد ديال الاعمال والقضايا اللي كنطرق ليها. وكنتمنى لكم الحظ السعيد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.